الإنشاء هي هدفها مهم، يعني سيقوم بها رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني وباقي الكابينة الوزارية الذين سيذهبون معه إلى واشنطن. وهناك محاولات يعني إقناع، كما يرى الكثير من المراقبين في الشأن الاقتصادي، لإقناع الحكومة الأمريكية بالتريث في تطبيق يعني المنصة الإلكترونية الخاصة بالعملة، باعتبار اليوم الجانب الأمريكي والحكومة الأمريكية تريد أن تحافظ على عملتها من خلال منعها من التهريب إلى بعض الدول المجاورة، باعتبار هناك عمليات تهريب قد تكون عن طريق المنافذ، أو نعم هناك عمليات تحويل مالية أو تحويلات مالية. عندما حس الجانب الأمريكي أو البنك الفيدرالي الأمريكي حس بأنها ما زالت مستمرة، قام يعني الضغط على الحكومة العراقية لتطبيق يعني هذه الحزمة الإلكترونية أو المنصة الإلكترونية، منع تهريب هذه العملة إلى الدول المجاورة، قد تكون إلى إيران أو إلى تركيا أو إلى لبنان، أو ربما تهريبها حتى عن طريق المنافذ الحدودية بريا، ربما كما يرى بعض المختصون والمختصون نعم بالجانب الاقتصادي أو الأمني، تهرب حتى عن طريق المنافذ المحيطة بالعراق، ربما عن طريق إيران وحتى عن طريق طيب، شمال العراق لكن كمان.